السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصورة تعبر عن نفسها، إذا ثلوج ستستمر في التساقط خلال نهار اليوم إن شاء الله على مستويات أدنى بحول الله على المرتفعات التي يزيد علوها 500 متر في بداية الأمر، لترتفع لغاية 600 متر وكذلك 800 متر على المرتفعات الوسطى وكذلك الشرقية. تواصل لتساقط الأمطار خلال نهار اليوم إن شاء الله على شكل زخات ستخص الواجهة الشمالية الوسطى تحت وقع رعود وكذلك السواحل الشرقية. كما قلت، استمرار لتساقط الثلوج على المرتفعات والقمم الجبلية الوسطى وكذلك الشرقية. الأمطار ستمتد إلى غاية شمال الصحراء، منطقة الواحات وكذلك منطقة الثورة. دائما هبوب رياح قد تصل سرعتها 50 كم في الساعة على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية، وأجواء مشمسة على الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب وكذلك مناطق الجنوب الغربي ومناطق الجنوب الشرقي. درجات الحرارة في تراجع، طقس بارد تقريبا على كافة المناطق الشمالية على السواحل وخاصة على المرتفعات. 3 درجات كأدنى مقياس على البيض، 4 درجات على سطيف قال ميلا خنشلة حتى على قسنطينة، 6 درجات على تيزي وزو والبويرة، 11 درجة على العاصمة، 17 درجة على بشار، 22 درجة على تندوف، نفس المقياس على إن صالح وكذلك تمنرست، على مقياس على أقصى الجنوب 30 درجة. أما خلال الليل فعلا درجة حرارة سالبة، طقس بارد تقريبا على كافة المرتفعات والهضاب، 6 درجات دون الصفر على الجلفة الغوات كذلك البيض المشرية نعامة وسعيدة، 5 درجات دون الصفر على تيارت كذلك قسنطينة قال ماميلة خنشلة سوق قهرس وحتى على باتنا، 0 على تيزي وزو والبويرة، 3 درجات على العاصمة، 2 درجات فقط على وهران، نفس المقياس على بسكرة المغير وتوغرت، 1 درجة دون الصفر على غرداية، 6 درجات على تندوف الصحراء الوسطى وكذلك ولاية تامنراس، 13 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال نهار اليوم فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقب دائما بحر كثير الاضطراب تقريبا على كافة السواحل خاصة السواحل الوسطى والسواحل الشرقية، رياح قوية ضمن التيارات غربية أحيانا شمالية غربية تميل إلى شمالية تماما على السواحل الوسطى تصل لغاية 50 كم/ساعة، بينما ضعيفة إلى معتدلة على الواجهة الغربية لن تتعدى 30 كم/ساعة. عن وقت غروب الشمس لنهار اليوم على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 6:02، ولأكثر تفاصيل عن أحوال الطقس مواقع الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة. أشكركم على المتابعة، صح فطوركم والسلام عليكم. Push two. Yeah.